طبعا العمل مستمر في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في كافة الأقسام الموجودة اللي هي البطاقة الوطنية وجواز السفر وبطاقة السكن. بالنسبة للبطاقة الوطنية حاليا تنفيذا لأمر دولة رئيس الوزراء المحترم أطلق سيادته مبادرة العراق هويتي. هذه المبادرة تشمل المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية، يراجعون هذه الشريحة تراجع الدائرة وتحصل على البطاقة الوطنية استثناء من الحجز الإلكتروني، و يعني الحكومة هي اللي تتبنى دفع الرسوم، يعني تصرف مجانا لهذه الشريحة. هذه الشريحة اللي مسجلين في الرعاية الاجتماعية اللي مشمول هو رب الأسرة وأفراد الأسرة، حتى لو كان ما من ضمن اللي مشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية من أفراد الأسرة يحصل على البطاقة الوطنية مجانا.